السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا موضوع جديد اللي هي السياسة النقدية. بعد ما انتهينا البنك من تعريف البنك المركزي ومهامها، فرح ننتقل إلى السياسة النقدية. فإذا شنو هي السياسة النقدية؟ هي مجموعة من الإجراءات والتدابير اللي اتخذها البنك المركزي. احنا قلنا عليه شنو هو، اللي هو من أحد مهامه إذا نتذكر كان بنك البنوك، يعني كل البنوك تعمل تحت تصرف البنك المركزي حتى تأثر على السيولة النقدية في التداول اللي هي عرض النقد. إذن ليش حتى تأثر على عرض النقد؟ حتى تقلل من مخاطر التضخم. فإذا هي راح هذه السياسة راح تتحكم في كمية عرض النقد أو تداول الأموال في السوق بما يتناسب مع حالة النشاط الاقتصادي. إذا النشاط الاقتصادي يتطلب إنه عرض كبير، فإذا راح يعرض النقد بشكل كبير. أما إذا يريد عن طريق إنه يخفض العرض في السوق اللي هي عرض الأموال والنقد، فإذا راح يلتجئ إلى سياسات أخرى راح ناخذها إن شاء الله بهذه المهام. وتعبر السياسة النقدية على مدى قدرة البنك المركزي على التأثير في عرض النقد. إذا راح تعبر عن البنك المركزي عنده قدرة انه يعرض النقد اللي هي السيولة النقدية وكمية النقود المعروضة في الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة ادوات السياسة النقدية. اذا عندنا مجموعة ادوات اللي هي راح تتحكم في السيولة النقدية وكمية النقود المعروضة في الاسواق. راح نجي بداية على سعر الفائدة. راح نجي على سعر الفائدة، هذه احدى نقاط او احدى عوامل تحكم البنك المركزي في السيولة أو عرض النقد في الأسواق. فإذا شلون راح يأثر بسعر الفائدة؟ إن البنك المركزي هي السلطة الوحيدة القادرة على تحديد سعر الفائدة في الاقتصاد وإلزام الجهاز المصرفي بالعمل بها. فإذا البنك المركزي مثل ما قلنا إنه هو السلطة الوحيدة اللي تقدر إنه تحدد سعر الفائدة. شنو سعر الفائدة؟ الأفراد لما يضعون أموالهم في البنوك في غرض الاستثمار، فإذا راح سنويا تكون هنالك أرباح على هذه الأموال المتروكة في البنوك. راح تكون سنويا تتراكم الأرباح. وأيضا عملية عكسية عند تقديم القروض، عندما هذا البنك يقدم قروض للأفراد، فبالتالي راح تكون عليه هنالك فائدة الموجب على الشخص المقترض ان يعطي فائدة في خلال مدة زمنية معينة. فاذا هنا اذا كان البنك المركزي يواجه عملية تضخم او السوق تواجه عملية تضخم، فبالتالي ايش راح يسوي؟ راح يرفع من سعر الفائدة. ليش يرفع من سعر الفائدة؟ حتى تكون هنالك كميات اكبر من النقود في المصارف وإيداعات أكبر، فبالتالي هنا راح تقلل من الأموال أو النقد الموجود في الأسواق. فبالتالي إذا هنا راد إبطاء عملية النمو، أما إذا راد إسراع عملية النمو فش راح يسوي؟ راح يقلل عملية عكسية، راح يقلل من سعر الفائدة. فبالتالي هذه الأموال وهذه النقود تعرض في الأسواق وتصير عملية نمو سريعة. فإذا هذا بالنسبة لسعر الفائدة. سعر الخصم هو السعر الذي يحكم العلاقة بين البنك المركزي والمصارف التجارية في مجال خصم الودائع. إذا إيش قد بالمية نسبة مئوية راح تكون من خصم هذه الودائع والعلاقة بين البنك المركزي والمصارف التجارية الأخرى؟ نسبة الاحتياط القانوني هي نسبة يحددها البنك المركزي والتي يجب أن يحتفظ بها المصرف التجاري من الودائع على شكل سيولة نقدية يقوم بإيداعها لدى البنك المركزي كاحتياطي قانوني. فإذا هذه المصارف التجارية الأخرى، المصرف التجاري راح يكون عنده ودائع عند البنك المركزي عند البنك المركزي كاحتياطية. هذه لازم يكون عنده سواء كانت من نسبة الأرباح أو غيرها، فراح يكون للمصرف التجاري نسبة احتياطية من النقود عند البنك المركزي. هذه في حالة مواجه يعني حتى يواجهون بها الحالات الطارئة اللي تحدث، حالات الإفلاس وحالات. فهذه الحالات الطارئة اللي تحدث
فبالتالي وين راح يلجأ؟ راح يلجأ على بنك البنوك، البنك المركزي، فبالتالي عنده أموال احتياطية، الاحتياط نسبة من الاحتياطي القانوني. عمليات السوق المفتوحة وهي أداة يعتمدها البنك المركزي عن طريق شراء السندات الحكومية من المصارف التجارية. إذا هنا راح يشتري السندات الحكومية من المصارف التجارية، إذا حتى هنا تقدر تكون عنده قدرة أكبر في عرض النقد وسيولة أكبر، وهو ما يؤدي إلى زيادة السيولة النقدية اللي هي عرض النقد لديها، ومن ثم تزداد قدرتها على إقراض الأفراد والمؤسسات. وفي حالة بيع البنك للسندات يحدث العكس تماما، فإذا هنا راح تشتري السندات الحكومية من المصارف التجارية، فبالتالي راح يكون عندها قدرة أكبر إنه تمد الأسواق المالية بالنقد. فهنا راح يصير عندنا عرض النقد، راح يكون عندها أكبر، إنه راح تقدر إنه تقرض الأفراد أو المؤسسات الأخرى في حالة، أما يعني هذه طريقة، أما الطريقة العكسية في حالة بيع البنك للسندات. في حالة البيع راح يحدث عملية عكس اللي ذكرناها. فإذا راح نجي على معنى أو المصارف التجارية والأسواق المالية، راح نجي على معنى المصرف التجاري. شنو هو المصرف التجاري؟ هي مؤسسة مالية حالها حال المؤسسات الأخرى، تقبل الودائع وتمنح القروض. القرض إنه إحنا مثلا راح ناخذ 4 ملايين كقرض، فبالتالي إحنا لما ناخذ القرض راح يكون هنالك فائدة عليها، والسلف أيضا، وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية. إذا عندنا هذا المصرف التجاري عندها وظائف عديدة، مثل قبول الودائع، إنه أنت تخلي الودائع سواء كان على شكل نقد أو غيرها في هذا المصرف التجاري، فيه تقبل هذه الودائع، خصم الأوراق التجارية الكمبيالات، وأيضا استثمار في الأوراق المالية والأسهم والسندات، وإقراض الأموال للغير، ومنح التسهيلات الائتمانية. هذه أيضا حال أي مصارف. فإذا خلق النقود المصرفية، نقود الودائع، مصادر أموال المصارف. إذا هذه المصارف التجارية منين تجيب أموالها؟ تشكل الودائع بأنواعها الودائع الجارية، وأيضا الودائع الثابتة، وأيضا ودائع التوفير، مصادر تمويل البنوك والمصارف التجارية. إذا شنو مصدر الأموال في المصارف التجارية؟ منين تجيب أموالها؟ تجيب أموالها بشكل رئيسي من الودائع بأشكالها الثلاثة. من الودائع راح تكون هذه أموالها المتوفرة سواء كانت تجارية أو غيرها، هذه تكون أهم مصادر تمويل المصارف التجارية من الأموال. فإذا هذه معلومة ثرائية تريدون تقروها تستفادون منها، هي ما مطلوبة للاطلاع فقط. أنواع البنوك وتخصصها، راح نجي على الأسواق المالية. هذه الأسواق المالية بداية على شكل تعريف، خلينا نقول هي السوق التي تنظم تدفق الأوراق المالية بين المدخرين والمستثمرين من خلال عمليات تداول الأوراق المالية، وهي سوق منظمة تنظيما دقيقا لتداول الأسهم والسندات. إذا هي السوق اللي تتم فيها عملية تداول الأوراق المالية. شنو الأوراق المالية؟ هي الأموال الورقية، فإذا وأيضا السندات الورقية فاللي تخص بالأموال، وهي سوق منظمة تنظيما دقيقا لتناول تداول الأسهم والسندات. إذا خصائص هذه الأسواق شنو هي؟ بداية ألف، راح نجي يعني تعتبر إحدى الأسواق الرئيسية التي يقوم عليها نشاط اقتصادي في المجتمع. فإذا الأسواق المالية مهمة جدا في هنا نقطة رئيسية عامة. آسف، هنا نقطة رئيسية عامة، يعني سوق رئيسية في أي نشاط اقتصادي في المجتمع، وأيضا تعد إحدى مكونات القطاع المالي الحديث، وتمثل وسائل تمويل الاستثمارات من خلال طرح أسهم وسندات المشروعات. فإذا هذه هي وظائف أو خصائص الأسواق المالية. فعندنا الأسواق المالية أيضا مثل ما عندها خصائص، أيضا عندها عدة وظائف. شنو اللي وظائف اللي تقوم به؟ فإذا هذه النقاط هي وظائف الأسواق المالية. تعمل الأسواق المالية على توفير التكاليف للمقترض،
والمقرض أيضا وبشكل منظم ومتسم بدرجة عالية من الأمانة والثقة في التعامل. إذا هنا يمنح الثقة للأفراد في عملية الاقتراض بين الطرفين المقترض والمقرض أيضا، وتقديم الأسواق أو تقدم الأسواق المالية معلومات دقيقة وصحيحة للمستثمرين اللي يستثمرون أموالهم في شركات وفي عندهم أسهم وأيضا سندات، فيعطيهم معلومات دقيقة عن الوضع المالي للشركات صاحبة الأسهم والسندات. فإذا لما عندنا أسهم وسندات فإذا راح تعطينا معلومات دقيقة عن هذه الأسهم والسندات، فإذا راح نعرف إنه إيش قد عندنا عائد وشنو نسبة المخاطرة. ضمان سيولة عالية للأصول المالية، إذا هذه أيضا تضمن سيولة للنقد في الأسواق. يتم تحديد سعر الأوراق المالية من خلال آلية عرض الأسهم والسندات والطلب عليها. فإذا راح نجي على نوع الأسواق المالية. عندنا نوعين من الأسواق المالية من حيث المعنى وأيضا راح تتفرع، وأيضا عندنا من حيث المكان. من حيث المعنى، الأسواق الأولية اللي هي الرئيسية هي الأسواق التي تطرح فيها جميع الإصدارات الجديدة من الأسهم والسندات، إذا تطرح جميع الإصدارات الموجودة والجديدة من الأسهم والسندات أيضا. الأسواق الثانوية هي الأسواق التي يتم فيها بيع وشراء الأدوات المالية التي تطرحها، إذا هذه تشتري الأدوات المالية التي تطرحها السوق الثانوي. أما عندنا أيضا من حيث المعنى قلنا الأسواق الأولية والأسواق الثانوية. أما من حيث المعنى فعندنا الأسواق المنظمة والأسواق الغير المنظمة اللي هي البورصة، وهي هيئة رسمية يتم فيها بيع وشراء الأسهم والسندات. إذا هذه كلها تمثل أن عملية بيع وشراء للأسهم والسندات الموجودة في الأسواق المالية، وتوجد قوانين تحكم عمل هذه الأسواق. وعندنا أيضا أسواق غير منظمة، وهي لا تمثل مكانا معينا يقوم المتعاملون مع السوق المنظمة اللي هي البورصة تداول الأسهم والسندات خارجها. إذا لهنا نكون انتهينا من هذا الموضوع، وإن شاء الله نتناول موضوع آخر في الدرس الجاي.